النهاردة الزمالك نضف، مش علشان رحيل مجلس إدارة، لا، النهاردة الزمالك نضف من كل من أساء إلى الزمالك ولجمهور الزمالك ولرموز الزمالك الأحياء منهم والأموات منهم. النهاردة الزمالك بيفتح جناحاته للعالم كله وبيقول أنا ناصع البياض وأنا بقدم ليكم صفحة جديدة بلون الفلنة البيضة لنبدأ مرحلة جديدة من التعاون ومن الاحترام ومن الرقي ومن السمو ومن الروح الرياضية ومن التنافس الشريف ومن كل شيء جميل افتقدناه على مدار 6 سنوات. النهاردة أنا بقول لكل عضو جمعية عمومية في نادي الزمالك، حقك عليا لو كنت زعلان، بقول لكل واحد من جمهور الزمالك حقك عليا لو كنت زعلان، لكن والله العظيم أنا ما كنت راجل بهد في الكيان، ولكن أنا كنت بحارب وبناضل من أجل هذا الكيان، من أجل الحق ومن أجل العدل. ما ضحكتش عليك في كلمة في قضية القرن، قلت لك نهبوا فلوس الزمالك والنيابة وجهت لهم 13 اتهام، وفي هذه المرة قلت لك المخالفات يندى لها الجبين ويبكي لها الطفل الرضيع ويشيب لها الولدان، ما صدقتنيش وقلت لي لما يطلع قرار عدلك تعظيم سلام. يا عم أنا مسامحك، كل اللي شتمني أنا مسامحهم وكل اللي أهانوني أنا مسامحهم. النهاردة أنا بفتح صفحة جديدة مع الكل، لا للتعصب ولا للعنف ولا للعنصرية، وأبدأ بنفسي، أبدأ بنفسي، أنا مسامح، أنا مسامح، أنا مسامح كل واحد أساء إلي، ولكن على كل إنسان عاش في وهم إن إحنا بنحاول نهد الكيان أن يعي أننا كنا صادقين وهو الذي كان كذاب، كنا أمناء عليكم وهو الذي كان يضللكم، كنا نقول الحق وهو كان لا ينطق إلا الباطل. حتى آخر فيديوهاته اللي عملها في الصالة المغطاة مع الجماهير ومش عارف إيه ومش والكلام ده كله، قال لك إيه، أتحدى مخالفة واحدة، المخالفات بالجملة، المخالفات بالجملة، المخالفات بالمليارات، المخالفات شيء لا حصر له ولا عدد. حق الزمالك رجع، وحق الزملكاوية رجع، وحق أعضاء الجمعية العمومية اللي فصلهم مرتضى منصور ظلم رجع، وحق كل إنسان اتهان رجع، وحق موظفين الزمالك اللي اتفصلوا زور وظلم وبهتان رجع، لأنهم سيعودوا إلى أعمالهم مرة أخرى. وعلى كل موظف في نادي الزمالك أن يقبل مني النصيحة، اعمل من أجل الكيان، لا تعمل خدام لدى الأفراد، اشتغل موظف في الزمالك، لا تشتغل موظف عند حد، انت شغال في نادي عظيم وموظف في نادي عظيم. نصيحتي لأعضاء الجمعية العمومية، ابدأوا صفقة جديدة وحاربوا من أجل الكيان وحافظوا عليه وأحسنوا الاختيار في القادم، وما تجيبوش أي عضو مجلس إدارة إلا إذا كان يستحق أن تنتخبوه، ولا تجيبوا رئيس إلا إذا كان يستحق أن يمثل هذا النادي العظيم. كفاية بقى الضحك عليكم كتير، وآن الأوان أن تفهموا إن ليس بالبؤ يكون الفعل. يا ما كلمنجية كدبين، ويا ما كلمنجية أونطجية، ويا ما كلمنجية زلنطحية، ويا ما كلمنجية أفقين. ارجع بذاكرتك إلى الوراء وشوف من 2014 كيف أصبح كل شيء مضلل ومضلل، كيف كان الكذب هو عنوان كل كلمة وكل تصريح وكل حرف وكل كلمة وكل حوار. لم ينطق 6 سنوات كلمة صدق، ولكن ظن أنه سيظل يكذب على الناس كثيرا، ولكنه مهما فعل كان لابد أن يأتي اليوم اللي تترد فيه المظالم ويبقى أسود عليه وأبيض على كل مظلوم محترم مؤدب جميل. النهاردة أنا لابس اللبس بتاع بلدنا،
اللبس بتاع الصعيد، اللبس الجميل اللي بنلبسه دايما في الأفراح والمناسبات السعيدة. لابسه مش عشان فرحان، لابسه علشان أقول لأهلي في المراغة وأهلي في الشورانية وأهلي وناسي الحمد لله رديت اعتباركم وجبت لكم حقكم كامل غير منقوص. وهنا انتهت القصة، وأصبح الماضي لا يمكن أن يتم الحديث عنه في الحاضر. خلاص أصبح كان وكان يا مكان، وانتهى الفيلم وانتهت الحكاية. اللي هيشتغل بزمارة محدش هيرد عليه، واللي هيشتغل زلمطحي أصبح ملوش مكان، والحرامية السجن مستنيهم والمحاكمات مستنيهم. النهاردة يوم مهم، النهاردة يوم مهم جدا 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 جدا، يوم تاريخي في تاريخ الرياضة المصرية، يوم انتصر فيه الحق على الباطل، يوم انتصر فيه الصدق على الكذب. والريس زي ما قال وفى، ما فيش حد فوق القانون إلا القانون، وما فيش حد فوق الحق إلا الحق، وما فيش حد على راسه ريشة، واللي كسر فنجان هيدفع تمنه. أنا بس دلوقتي عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، ببدأ حلقتي بفتح صفحة جديدة مع الجميع، ونسيان أي شيء حصل، نسيان أي شيء حصل، ونبدأ صفحة جديدة، مسامح أي حد أسألي وأي حد شتمني وأي حد تجاوز في حقي، وأتمنى أن يسامحني أي حد فهمني غلط أو حس أني أنا كنت في يوم من الأيام بحارب كيان الزمالك عندما التبس به الأمر ولم يفرق ما بين الكيان والحرامية اللي كانوا خاطفين الكيان. النهاردة بقول لكل زملكاوي، خلي بالك من ناديك، خلي بالك من ناديك. الرياضة تدار بشرف وباحترام وليس بالألفاظ القذرة، وليس بالألفاظ القذرة والسب والشتم والسفالة وقلة الأدب. الرياضة أخلاق قبل أن تكون بطولة. شكرا للقيادة السياسية، وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا للحكومة المصرية، وشكرا للدكتور مصطفى مدبولي، شكرا لكل إنسان محترم رجع الحق لأصحابه، شكرا لكل شخص نبيل سندنا في القضية، شكرا لكل بني آدم لم يتخلى عنا لأنه كان مؤمن بينا ومؤمن بالحق ومؤمن بأننا أصحاب قضية عدل. كل واحد وقف جنبينا النهاردة ببدأ الحلقة وبشكره، كل واحد سندنا ببدأ الحلقة وبشكره، كل واحد لم يتخلى عنا بقول له شكرا، لقد أدينا مهمتنا بأمانة وباحترام، وآن لنا الأوان أن احنا نكون على قلب رجل واحد.